ما حكم لبس البنطال للمرأة إذا كانت ترتدي فوقه جلباب؟ ليس البناطيل من لباس النساء خصوصا في هذه البلاد المحتشمة، والبنطال يبين أحجام جسم المرأة ويفتن بها، فلا يجوز لها أن تلبسه ولو كانت تلبس عليه غيره، مش الداعي أن تلبسه. نعم، تلبس لباسا محتشما واسعا ساترا ليس فيه فتنة. نعم.